متابعين صفحة اليوفنتوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سمر الأبيوكي، أكاديمية وإعلامية. اليوم حابة أتكلم عن تأثير المزاج العام على القيام بالأعمال. غالبا بنتأثر إحنا كبشر بمزاجنا العام، يكون في عندنا ضغط أحيانا لويا كثير من الأمور اللي من الممكن إن إحنا نود ننجزها، لكن يصير عندنا ضغط مباشر أو ضغوط نفسية أو ضغوط من العمل من أي شيء. في حالة شعورك بأي نوع من أنواع الضغط، توقف تماما عن أداء العمل اللي قاعد تسويه، وحاول أنك تغير جو، اطلع مع صديق أو روح على البحر، حاول أنك تشرب كوفي، حاول أن أنت تروق بالك مثل ما نقول، وبعدين ارجع لعملك، لأن مهما ضغط على عمرك عشان تخلص العمل اللي قدامك وانت في حالة مزاجية سيئة ما راح تقدر تأدي الواجب اللي عليك. يعطيكم ألف عافية.